التأسيس وبعض أساسية التعليم الجامعية يعتبروا أن الزيادة اللي جت في اتفاق الموقع ما بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة يعني ماشي زيادة لاسترخاء الانتظارات ديالهم، خاصة أن هذه 20 سنة تقريبا ما تزادت لهم في الأجر ديالهم. أشنو رأيك؟ شكرا. وهو إذا اعتبرنا بأنه النظام الأساسي السابق ديال 97 فهو 25 سنة لم يتم الزيادة في إطار نظام أساسي جديد، ولكن يعني ما يخفاكمش بأنه تطور ديال التعليم العالي، وبحيث أنه لما كانت هناك نظام أساسي ديال 97 كانت هناك زيادة، وبعد منها باش ما جات القانون 0102 وفيه الميثاق الوطني وكان هناك إصلاح جامعي ديال السيستم LMD، منسوش بأنه كانت هناك رفع من الأجور تسييدات أساسية اللي هي كانت في 2004 ومشات ظلات 3 اشهر حتى 2006. هذه الزياده الاولى، زائد انه اذا حسبنا ما بين الزيادات كامله من نهار تكونت التعليم العالي جامعه اول جامعه مغربيه ليومنا هذا، فتغيير في المنظور في, في في النظام الاساسي ديال السيدات والاساتذه ولا تعدين تغيير الوضعيه ديالهم تتكون ما بين 6 ديال 10 حتى 10 سنوات يراعى فيها الوضعيه ديال الاستاذ الجامعي. فعلا اذا اخذنا بعين الاعتبار 2004 كمنطلق ديال اخر زياده ديالنا، من بعد منها كانت ديال الحراك الشعبي ل 2011، وكانت هناك واحد التفاته صغيره ديال دايور اللي كانت ديال 600 ولا 700 درهم واللي تم حذفها بالتقاعد اللي تزاد في النسبه ديالو، ولينا تزاد 900 درهم للاستاذ الجامعي وتحيدات ليه 1500 درهم، يعني ولات عندنا نقص في 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 في, في, في يعني في لو سالير ديال الاستاذ الجامعي. هذه الاولى. من بعد منها عندنا 10 سنين اللي كان من المفروض 10 سنين ديال الحكومه من 2011 ل 2021 اللي كان من المفروض تكون عندنا التفاته لهلا الوضعيه ديال الاستاذ الجامعي اللي ما تماتش. اليوم تمات، يعني فعلا اذا حسبناها 25 عام للنظام الاساسي، ولكن راه هي في الحقيقه يعني 16 عام ولا 18 عام بارابور، وهي 20 عام ديال ما تمش تغيير ديال لو سالير ديال الاستاذ الجامعي. هذه نقطه. اليوم حنا كان عندنا كان نظام اساسي هو انه مشينا في اطار توافق مع الحكومه السابقه على اساس انه توافقنا بانه سيتم زياده الاستاذ التعليم العالي المساعد 4000 درهم، والاستاذ المحاضر 6000 درهم، والاستاذ التعليم العالي 8000 درهم. هذا هو يعني رسم اتفاق اللي كان عندنا مع الحكومه السابقه، واللي على اساسه ظنينا بانه الاتفاق اللي كان عندنا مع الحكومه الجديده والبلاغ المشترك اللي كان عندنا مع الوزاره على اساس انه سنمضي في نفس السياق وفي نفس الاتفاق اللي كان عندنا ديال هاد ثلاثه ديال الزيادات في ثلاثه الاطر، الا انه تبعينا بالوضعيه ديال البلاد وكل شيء، وما غندخلش في التفاصيل لانه هذه سياسه عامه وراه هضر عليها الكاتب العام. انا غنمشي غير في اطار ما تم الاتفاق عليه. اذا اخذنا اليوم بانه عندنا 4000 و6000 و8000، يعني ان النقابه الوطنيه التعليميه حققت على الاقل بما تم وعده الاساتذه الجامعيين بانه غتجيب واحد 4000 درهم للاستاذ المساعد، حققت ليه 75% 3000 درهم، يعني عندي 7500 استاذ جامعي حققت لهم 75% من داك الشيء اللي وعدتهم به. نمشيو للاستاذ المؤهل، وعدته ب 6000 درهم حققت ليه نصف 3000 درهم بما فيها يعني 2500 استاذ. ونمشيو للصنف ديال الاستاذ الجامعي استاذ التعليم العالي اللي فعلا من المفروض يكون هو الحلقه الضعيفه في هذه الزياده كامله، من 8000 من 8000 ل 3000 درهم اللي هي تقريبا لا تساوي 40% من داك الشيء اللي كنت وعدناه به الاساتذه التعليم العالي، ولكن تنعتقد بانه بزياده ديال الدرجه دال والوضعيه الاستثنائيه فهناك واحد التكافؤ ما بين هذيك 8000 3000، ومن بعد منها واحد الاغلبيه ديال الاساتذه غيقدروا
بملفات علمية يدوزوا للدال وبملفات علمية أقوى يدوزوا للوضعية الاستثنائية. وسيكون هناك واحد يعني شيئا ما كله رابح في هذا الإطار. فعلا كنا نتمنى يكون عندنا أكثر من هذا الشيء وتنافر الوضعية اللي تعيشها دابا الأستاذ الجامعي وهذا الغلاء المعيشة وبأنه أغلبية ديال البحوث ديالو وهذا رفع ديال خصكم تعرفوا بأنه هناك من 2015 ليومنا هذا واحد رفع ديال المعدل ديال 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 لي بوبليكاسيون اللي تيديروها السيدات والساده الاساتذه ارتفع تقريبا الاضعاف ديال ما كان عليه الوضع في 2015. وهذا في الغالب الاحيان على حساب جيوبهم الخاصه وعلى بمصاريفهم الخاصه. يعني في هذا الاطار تنشكروا وتنحيوا عاليا السيدات والساده الاساتذه ما يقومون به من اجل رفع من مكانه التعليم العالي والبحث العلمي داخل الجامعه المغربيه. ونتمنى انه في هذا الاطار التوقيع اللي تم اليوم واللي فيه التفاته ماشي فقط في الزياده وفيه التفاته طبعا في اطار انه تجويد التعليم العالي وتبسيط المساطر ديال التمويل وخصوصا البحث العلمي في اطار البرامج يعني الوطنيه والدوليه. ونتمنى الا مشينا في هذا الاطار هذا سيكون ربح كبير. وما نساوش الاطار الاخر اللي تزاد اللي هو ما يسمى بالمونيتورا مونيتورينغ اللي هو ديال الطلبه اللي مسجلين في الدكاتره اللي غيمكن يساهموا في اطار البحث العلمي ب واحد اون بورس ديال اللي تم اتفاق عليه تقريبا 7000 درهم شهريا واللي على اساس غيساهموا حتى هما في اطار التاطير البيداغوجي شيئا ما فيما هو في يعني في لي تي بي وفي لي تي دي. ونتمنوا بانه هادشي كامل ما ينتظرنا فهو كبير. وانا اعتقد بانه اذا مشينا الحكومه مشات في اطار تنزيل ما تم الاتفاق عليه جميعا في هذاك البروتوكول الاخير سيكون للجامعه المغربيه غدا مشرق. وهمنا الوحيد والاخير هو انه الحفاظ وتعزيز المكانه ديال الجامعه العموميه المجانيه وهذا هو همنا يعني الاكبر. ونتمنى انه نتوفقوا في هذا الشيء كاملين جميعا. بعض الاساتذه اعتبروا بان الاتفاق الموقع ما بين الحكومه والنقابه الوطنيه للتعليم العالي ما تضمنش واحد البنود اللي تتخلي هذاك التسلق في الرتب وغيحجز الاستاذ في واحد المكان لمده طويله بالنسبه ليه. علاش؟ اعتقد بانه البلاغ ولا البيان ديال المكتب الوطني كان واضح. اعتقد بانه كل ما يخص بالمكتسبات ديال السيدات والساده الاساتذه التعليم العالي لم يتم يعني قط المساس بهذا الاطار. وبحيث انه كيف ما تنعرفوا بان كل استاذ مساعد اليوم بعد قضية 4 سنوات في المهنه فله الاحقيه انه يدفع الاهليه ديالو والشيء اللي يضل في نفس الاطار ديالو. وثاني حاجه بعد الآلية عنده 6 سنوات من بعد منها من أجل المرور إلى أستاذ التعليم العالي فهي ظلت بنفس المنطق. أعتقد بأنه المعايير ديال التجويد هاد الرقي من أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل ومن أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي فهذا كان أعتقد مطلب جماعي بأنه نريد الارتقاء بالمنظومة ونريد الارتقاء بالأستاذ الجامعي وأنه يكون هناك تكافؤ الفرص معقولة ويكونوا معايير موحدة على جميع المؤسسات التعليم العالي. وهذا مطلب جماعي لجميع السيدات والسادة الأساتذة واللي ممكن القول ديالو أنه ليست هناك أي انتكاسة أو تراجع على ما هو عليه اليوم. فهناك فقط تجويد مساطر. ولكن واش بصح يعني الاتفاق تتحدث على تقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل تاع الجامعة؟ هذا ما يخص النظام ديال التعليم العالي ولا ما يسمى مراجعة قانون 0102. فعلا هناك اليوم تصور جديد من أجل تدبير أحسن وكيف ما جاء في المقترحات. واعتقد بانه لنا الكثير يعني لنا بعد هذه اللقاءات بعد البروتوكول ديال التوقيع سيكون هناك لقاءات يعني مش مكثفه مع الوزاره من اجل بلوره التصور العام اللي هو مشى في واحد انه يكونوا جوج ديال الهياكل التدبيريه مجلس تدبيري ولا مجلس اداري كيف ما يسمى ولكن
فيه فقط المعنيين بالأمر يعني بما فيها أساتذة وإداريين وطلبة والعالم السوسيو اقتصادي زائد ويرأسه الرئيس، هذا هو المهم، يرأسه الرئيس وليس هناك أي تراجع كيفما كان يقال في الزمن القريب. ومجلس أكاديمي له جميع الصلاحيات وسيكون يعني منبثق في أغلبيته من السيدات والسادة الأساتذة الذي لهم وبيان سور الطلبة وإداريين عندهم إلمام بمشاكل الجامعة بيداغوجيا وعلميا وغير ذلك، ويرأسه الرئيس أيضا. الأستاذ تعليم علي لا أعتقد ما عنده شي مشكل لأنه ظل في نفس الإطار ديالو، بالعكس أنه تم هناك تم يعني إضافة درجة دال على أساس أنه ما يبقاش انحباس اللي تعرفوه اليوم اللي تعرفوه عدة جيل ديال الأساتذة، وهناك وضعية استثنائية اللي لها يعني سيكون يعني من أجل المرور إليها فقط يعني للأساتذة الذين هم لهم مكانة علمية كبيرة داخل الوطن ديالهم. البلاغ ما تضمنش المشاكل تاع الأساتذة الباحثين في اللي عندهم الدكتوراة الفرنسية، علاش؟ ماشي ما تضمش، هو في الحقيقة وهنا اللي كنت باغي نضيف يعني في النقاط اللي ما تمكناش يعني الوصول لحل نهائي وطيها نهائيا، هو فعلا ملف حامل دكتوراه فرنسية وبام يعرف برفع استثناء والذي لنا فيه يعني مرسوم اللي اتفقنا مع الحكومة السابقة ومع الوزير السابق وتم يعني مناقشته مع رئيس الحكومة السابق وعلى أساس أنه كان من المفروض أنه يرى النور في الأسابيع القادمة بعد اللقاء، ولكن تبين أنه هناك أشياء يعني خفية ما عرفناش شنو هو يعني المشكل الكبير، وتعتقد بأنه النقابة فالنقابة مناضلة ولن تنتهي بهذا يعني الاتفاق اللي كان مع الحكومة، ونتمنى أنه في القريب العاجل نعمل على استئناف اللقاءات ديالنا مع الوزارة في ملف مطلبي وعلى رأسهم ملف دكتوراه فرنسية والأكاديمية العامة والأساتذة المؤهلين والملفات العالقة الأخرى كلها إن شاء الله. البعض تيدخل يعني خاصة مع التتويج تاع البلاغات مباشرة مع يعني الاتفاق تاع الموقع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، تولت البلاغات اللي تتندد بهذا الاتفاق هذا وتتعتبر بأن الاتفاق ما جاش ليرضي رغبات تاع الأساتذة الجامعيين. واش الآن كاين تخوف حول مستقبل هذه النقابة يكون تصدع داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، واش تشاطر هذا التخوف ولا لا؟ أعتقد بأنه نحن نقابة يعني وطنية للتعليم العالي ديمقراطية تستمد جذور ديالها من نضال داخل المؤسسات الجامعية، وأعتقد بأنه الحاكم ولا الحكم الآني راه هي اللجنة الإدارية بالنسبة للمكتب الوطني، وبعدها فالمؤتمر له كلمته، والمؤتمر مفتوح على جميع الهيئات وجميع الفئات وجميع توجهات الإيديولوجية والسياسية وغير ذلك. أعتقد بأنه ممكن لي أنا شخصيا نعطي رأي إلا في ما يخص هذا الإطار اللي هو النقابة الوطنية للتعليم العالي واللي تنتشرف بانتماء ديالو، وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي موحدة وحيدة داخل الجامعة المغربية وداخل التعليم العالي بالمغرب.